ما شاء الله ما شاء الله. اجمل سياحه السياحه في الجنه. اللهم لك الحمد. يا اخي تعرج القلوب وتدخلها يا شيخ، يلا من فضلك. واللي يزيل الهم والغم هو ان الملتقى الجنه. يا سلام. وان العناء ينتهي في الجنه، ولا والله كان تفقعت قلوب ناس واجد. الله لولا ذكر الجنه والشوق للجنه. ولذلك حبيبنا كان يجلس مع أصحابه يشوقهم للجنة، ثم يقول: هل من مشمر إلى الجنة؟ فيقولون: نحن يا رسول الله. فيقول: قولوا إن شاء الله. الله يجعلنا وإياكم من المشمرين إلى الجنة. فما شاء الله الآن هذه مثل فواكه، فاختر لنا ما شئت من فواكه التدبر. أعظم ما يثبت الإنسان على ما هو عليه من الخير والطاعة وما هو عليه من صالح الأعمال أن يتذكر ما أعده الله له من هذا النعيم. أعظم ما يثبت الإنسان على الابتلاءات التي تنزل به فقد غالي، فقد مال، فقد حبيب، فقد عزيز، أن تتذكر ما أعد الله لك، هذه الجزاءات العظيمة للصابرين المحتسبين. والجنة قريبة من كل أحد، يقول عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله. مجرد أنك أيها المؤمن، أيها الخير، يا من ثبت على طاعة الله وفقك الله لما يحب ويرضى، تغادر هذه الدنيا تنتقل إلى نعيم مقيم. فافرح بما آتاك الله، وافرح بما وفقك الله إليه من هذا التوحيد وهذا الخير. نسأل الله يديم علينا وعليكم فضله ونعمته. من اللطائف يعني في هذه الآيات، وردت رواية أن عمر عندما سمع الآية الأولى: والسابقون السابقون، وما ذكر الله جل وعلا من ما أعده الله من النعيم، ثم قال: ثلة من الأولين، يعني ما قبل عهد النبوة وما قبل عصر النبوة، قبل البعثة المحمدية، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أتى عمر رضي الله عنه وهو يبكي، قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك، هم ثلة ونحن قليل. فأنزل الله الآية الأخرى: وأصحاب اليمين، وما ذكر ما أعده الله من النعيم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بهذا الجزاء العظيم. وعمر موفق ومسدد، ودائما ما يتنزل الوحي بما يريده وبما ينظر إليه، ووفق إلى كثير من ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير. الصحابة كبروا عندما قال الحبيب لهم: إن الله يقول لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999 وواحد إلى الجنة. فارتفع ضاقت صدورهم، والله ضيق الصدر، يعني كم نحن آخر الأمم وأقل الأمم أعمارا، وذولك يجون أعمارهم على 1000 سنة وإن أعمارنا بين 60 و70. فقال الحبيب: إني أرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم قال: شطر أهل الجنة ونصف الجنة على روايات. فكبر القوم جميعا. الله أكبر. فنحن من أمة مرحومة، ومن أمة تشهد على الأمم، حتى نوح قبلنا، فإذا كذبه قومه وكلهم قال: أبد ما أتانا من نذير، و950 سنة يدعوكم وأتاكم من نذير. ثم يطلب يعني يأمره الله أن يخرج شاهدا على قومه أنه بلغ، فقال: يشهد لي محمد وأمة محمد، مع أنها آخر الأمم. فقالوا: إن الحبيب أخبرنا بما أنزلت يا ربي عليه أنه مكث في قومه كذا وكذا، فنحن نشهد. ولذلك قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أسأل الله أن يدخلنا الجنة.